عموما وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطل حلقتنا النهاردة الكابتن أمين عامر. كابتن أمين عامر نجم النادي الأهلي في السباحة، بدأ مع النادي الأهلي في سنة 1980 وحتى عام 1995، حصل على العديد من المراكز الأولى في جميع سباقات السباحة، شارك في دورة الألعاب الإفريقية الرابعة عام 1987، وحصل على رقم عربي وأفريقي جديد في سباق تتابع 4 في 200 حرة، شارك عام 1991 في دورة البحر الأبيض المتوسط بأثينا اليونان، وحصل على المركز الأول سباق 100 متر، وشارك عام 1993 في بطولة كأس العالم بألمانيا، وحقق رقما عربيا وإفريقيا جديدا في ذلك الوقت في سباق 100 متر. كابتن أمير عمر صنع في الأهلي. فاصل، وبعد هذا الفاصل أنا آسف، أمين عامر، كابتن أمير أمين عامر نجم حلقتنا أو نجم فقرتنا صنع في الأهلي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش. هو بالنسبه للبدايات مع السباحه كانت بدري قوي، وده طبيعي بالنسبه لكل السباحين ان هم يعني النصيحه دايما ان يبدا بدري، لان السباحه خبرات متراكمه. فانا بدات السباحه سنه 75 في نادي القاهره، قعدت حوالي 5 سنين في نادي القاهره، وصلت لمرحله 13 سنه، كنت تالت جمهوريه في ال 200 بريست، وكنت يعني بخش فاينل في اغلب السباقات بتاعتي. وسنة 80 كان زمان في حاجة اسمها موسم الانتقالات، انتقال حر تماما، فتقريبا أغلب الفرقة جت النادي الأهلي سنة 80، فأنا جيت النادي الأهلي سنة 80 كان عندي حوالي 13 سنة أو 14 سنة في الحدود دي. فكانت بدايتي مع النادي الأهلي، وطبعا الحمد لله دي كانت يعني من أهم الخطوات في حياتي. لما جيت النادي الأهلي حسيت إن الموضوع مختلف تماما. النادي الأهلي منظومة كبيرة جدا، النادي الأهلي رأس ماله هو لائحة النشاط الرياضي، ودي حسيتها أكتر وأنا يعني رئيس جهاز ألعاب الماء، أكتر من أنا ولا لعيب. يعني كون إن الواحد بيدير الجهاز وهو من خلال لائحة نشاط رياضي واضحة، دي بتسهل جامد جدا جدا على اللي بيدير المنظومة. رسالة واجهها للنادي الأهلي، طبعا النادي الأهلي زي ما قلنا كده في بداية الكلام، رأس مال النادي الأهلي هي اللائحة. كل ما تمسكنا باللائحة وكل ما طبقناها بحذافيرها وكل ما قعدنا نطور فيها كل شوية هتبقى كويسة جدا. النادي الأهلي مؤسسة كبيرة، النادي الأهلي أنا بعتبره من أماكن اللي هي يعني فعلا الواحد يقدر يبقى فيها بطل، والنادي الأهلي قدم كتير مش للسباحين بس أو للرياضيين بس، قدم كتير لمصر، لأن هو بيساعد في المنظومة الكبيرة. يعني النادي الأهلي إحنا كنا مثلا في منتخب مصر حوالي 20 واحد، منهم 16 واحد من النادي الأهلي. إذا الاستثمارات اللي بيستثمرها النادي الأهلي في الرياضة بتعود على منتخب مصر في جميع الألعاب، يعني مش ما بقولش السباحة بس. مريت بأيام صعبة، حاولت في بطولات كتير ان انا اسافر وما سافرتش، وفي بطولات تانية الحمد لله وربنا وفقنا. هي الرسالة الواضحة لكل الصغيرين او لكل اللي بدأوا في الرياضة ان الموضوع مش سهل، الموضوع بيعتمد على الشخص نفسه، وما دايما ما يحاولش يقول الظروف ومش الظروف ومين ضدي ومين معايا، الكلام ده مش مظبوط. يعني انا شخصيا مثلا كانت من ضمن الاحلام ان انا سنة 86 اروح بطولة العالم، ما حققتش في بطولة العالم على أعشار من الثانية، جزء من الثانية أو 20 تقريبا، 2/10 من الثانية. كان جالي إحباط جامد جدا، ومع ذلك الحمد لله كملنا. وبعديها على طول السنة اللي بعديها سنة 87 اشتركت في دورة الألعاب البحر الأبيض وطلعت رابع بحر أبيض. بعديها اشتركت في دورة الألعاب الإفريقية في كينيا 87، والحمد لله حصلت على 3 ميداليات ذهب وميداليتين برونز. فكان الإنجاز برضو الحمد لله يعني جه تعويض عن اللي فات. طبعا بالنسبة لأهم بطولة في حياة أي رياضي بتبقى حلمه الكبير أنه يمثل بلده في الأولمبياد، فالحمد لله إحنا يعني اشتغلنا على الموضوع ده هو كتير قوي،
وسنه 88 كان الحمد لله الحمد لله توفيق من ربنا ان انا مثلت المنتخب مصر او مثلت مصر في دوره الالعاب الاولمبيه سنه 88 في كوريا الجنوبيه. انا ومصطفى اخويا بدانا سباحه مع بعض، ويعني تقريبا نهينا السباحه مع بعض، وقعدنا 10 سنين مع بعض في المنتخب، واحنا صغيرين كنا شبه بعض جدا جدا، وكل الناس كانت متخيله ان احنا توأم، ما عدا طبعا الاصدقاء المقربين يعني، لدرجه ان في ناس كتير جدا طبعا بالنسبه لها رافضه تماما ان هي تقول ان واحد اكبر من الثاني، لان هم خلاص يعني رسخ في ذهنهم ان احنا توأم. ففي دوره الالعاب الافريقيه نزلت انا وهو تتابعات مع بعض، فكل المعلقين وكل الاعلام بيتكلم على ان احنا توأم، توأم فلان وفلان، امين امين ومصطفى امين. طيب النفي كان يجيب نتيجه عكسيه بقى، مش معقوله هنمشي كل الناس نقول ان احنا مش توأم، لدرجه ان طلع في تحقيق صحفي بيتكلم على التوائم في الرياضه، واللي عملت التحقيق الصحفي حطتنا كتوائم في الرياضه، والموضوع مشي. بس احنا اولموست توأم يعني، احنا مع بعض في كل حاجه، كل البطولات مع بعض، هو بيعوم كرول وانا بعوم باك، فتقريبا بننزل كل التتابعات مع بعض. الحمد لله يعني كان مشوار جميل، ودلوقتي بقى في فرق بيننا وبين بعض في الشكل، فالناس بتقدر تفرق، فما يعني الموضوع واضح ان واحنا صغيرين لا كنا توأم بالظبط.